الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وين ما كنتوا. طبعاً برنامج في الضحايا طلع عليكم في يوم الخميس إن شاء الله، اللهم يجعله إن شاء الله يوم سعيد وأجازة سعيدة عليكم. وأقول صباح الخير يا نايف، شلونك؟ إن شاء الله بخير. الله يصبحك بالنور والسعادة والحمد لله طيبين، وإن شاء الله الكل طيب وبصحة طيبة. وأهم من هذا كله أن الكل يكون محافظ على صحته ويتبع الإجراءات الاحترازية، ولازم يكون دائما مطلع على جميع الأخبار سواء من وزارة الصحة، المؤسسة القطرية للإعلام، تلفزيون قطر، وكذلك مكتب الاتصال الحكومي. نعم نايف، أمس كان في حدث جدا مهم وكان لازم نحن نقول عنه، اللي هو خطاب لسمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظها الله. كانت تتكلم عن اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات. نعم، يعني هذا كان الحدث المهم، حيث شاركت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في حدث الأمم المتحدة والذي يقيم بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات، والذي يأتي لتأكيد الالتزام تجاه هدف حماية الحق في التعليم وفي أوقات النزاعات، كذلك حماية التعليم من الهجمات المستمرة والمتعمدة والعنف المسلح المنتشر الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. افتتحت صاحبة السمو الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي يقيم بتنظيم من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر ومنظمتي اليونيسيف واليونسكو، بكلمة قالت فيها أنه بينما نعمل على محو الأمية هناك من يعملون على نشر الأمية. وكأن ثمة هجوما ممنهجا على كل من وما يهدف إلى بناء الإنسان، ولعلها أمية الضمائر التي تتنافر دائما مع صحوة العقول. ولأننا جميعا نعرف الداء والدواء، يؤسفني أن أشعر أن مثلنا كمثل من يصف الدواء ولا يستطيع صرفه. فمن الوقائع المحبطة أن نفتتح مدارس في دولة ما بينما تستهدف وتدمر مدارس بنيناها في دولة أخرى. ولأن الهدم بطبيعته أسهل من البناء، فإن تدمير المدارس أسرع من بنائها، الأمر الذي باطئ خطواتنا أو يعيدنا إلى الوراء. نعم، شفنا هذه الكلمة السامية والتي لها معاني ورسائل عديدة. طبعا تقدرون تطلعون أكثر في موقع التعليم فوق الجميع، وكذلك كان في نبذة مختصرة في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتب الاتصال الحكومي. فدائما راح نسعى ودائما راح نكمل في بناء التعليم في دولة قطر وخارج دولة قطر، ودائما احنا مؤمنين بهذه الرؤى من صاحبة السمو وراح ندعمها وراح يستمر التعليم بإذن الله تعالى. نعم، أو دائما أم الجميع تعطينا باور أو تعطينا قوة. شوف من جملة قالتها أن هناك من يطمس، هناك من يشيل المحو من التعليم، وهناك من يتعمد أنه يحط الـ هو البناء كلما نبني مدرسة. نعم يعني في محاولات كثيرة، يمكن اليوم عدد المدارس اللي مؤسسة التعليم فوق الجميع تحاول أنها تبنيها، ولكن في الجانب الآخر في هذا العالم من يحاول ويدمر هذا الجانب. نتكلم سواء في مؤسسة التعليم فوق الجميع، وكذلك توجد العديد من الحملات العالمية، سواء علم طفلا، سواء العديد ما يدرج حتى تحت ريتش اوت تو ايجيا، ايادي الخير نحو اسيا، وكذلك يعني الكثير ما يقدمونه تحت مؤسسة قطر بتوجيهات وتعليمات من صاحبة السمو. وطبعا هذه كلها تصب في الطفل والتعليم بشكل اساسي. نعم، وراح نستمر حتى لو الطرف الثاني يدمر لين بكره. صحيح، احنا قاعدين لين بعد بكره.
إن شاء الله إحنا مستمرين، وإن شاء الله التعليم ما حد يقدر أنه يطمسه، لأن لما أنت تعلم شعب معناته أن أنت قاعد تخلي شعب واعي، شعب فاهم، شعب مثقف، أحسن من أنه يكون مريض متخلف. أكيد. يعني على طاري حتى التعلم، يعني دائما نحاول نعلم أبنائنا القراءة والكتابة من صغر سنهم، وممكن في طرق عديدة، الكتب، وممكن حتى المواقع الإلكترونية، وممكن حتى لو تحاول أنك تعلمهم شوي لما يقرون معك في الجرائد. الصحافة جزء مهم، وهي جزء كذلك مهم في برنامجنا، فدائما نروح لزملائنا في غرفة الأخبار. واليوم راح يكون معنا زميلنا أحمد السعدي اللي راح يعطينا نبذة عن أخبارنا لهذا اليوم. صباح الابتسامة الجميلة يا أحمد. صباح الخير نايف، صباح الخير مشاعل، صباح الخير أكيد لكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. يمكن البداية من الخبر نفسه اللي انتم تطرقتوا له في البداية، هو خبر التعليم حقيقة، واللي قطر تسعى من خلاله لأن يكون الجيل جيل سواء في دولة قطر أو في الوطن العربي أو أيضا في العالم يكون جيل متسلح بالعلم. في تفاصيل هذا الخبر الموجود معنا في الوطن، لنكون معا لحماية التعليم. شاركت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسات التعليم فوق الجميع عضو مؤسسة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمس في حدث الأمم المتحدة الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات، والذي يأتي لتأكيد الالتزام تجاه هدف حماية الحق في التعليم في أوقات النزاعات، وحماية التعليم من الهجمات المستمرة والمتعمدة والعنف المسلح المنتشر الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. وقد افتتحت صاحبة السمو مشاهدينا الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي يقيم بتنظيم من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر ومنظمتي اليونيسف واليونسكو، بكلمة أكدت فيها على ضرورة وجود دعوة عالمية موحدة لإنشاء آليات فعالة لرصد انتهاكات القانون الدولي وضمان محاسبة مرتكبيها، قائلة: بينما نعمل على محو الأمية هناك من يعملون على نشر الأمية، وكأن ثمة هجوما ممنهجا على كل من ما يهدف إلى بناء الإنسان، ولعلها أمية الضمائر التي تتنافر دائما مع صحوة العقول. يمكن التعليم فوق الجميع احتفلت قبل فترة بوصول 10 ملايين من الأطفال اللي تم حقيقة تعليمهم على مستوى العالم. قطر الخيرية، الهلال الأحمر، أيضا المنظمات، أيادي الخير نحو آسيا مثل ما ذكر الزميل نايف، تواجدت في العديد من أماكن الصراعات. تحدث عن سوريا بالذات بشكل خاص، كانوا متواجدين بتوزيع سواء الأيبادات وتوزيع أيضا مجموعة من الكراسات وأيضا مجموعة من الأدوات المدرسية المختلفة اللي تساعد على نشر التعليم. أيضا كان هناك العديد من الاتفاقيات اللي جمعت سواء هذه المنظمات الخيرية وأيضا منظمات خيرية في دول صديقة وشقيقة، هدف منها حقيقة أن نرفع مستوى التعليم، لأن في النهاية هؤلاء الأطفال ما لهم ذنب في هذه الصراعات وهذه النزاعات. هؤلاء الأطفال يعني القدر ربما أتاهم جابهم لهذا المكان اللي هم فيه، لكن نتمنى إن شاء الله أن يكون التعليم بالنسبة لهم فرصة لتغيير المستقبل ولتغيير أوطانهم ولتغيير أيضا دولهم، بحيث أنها تكون أفضل وتكون إن شاء الله في مقدمة الدول. وهذا ما تسعى إليه دولة قطر، سواء من خلال صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر أو من خلال المنظمات الخيرية المختلفة. فكل التحية لكل القائمين على كل هذه المنظمات بما فيها التعليم فوق الجميع، أعلم لأجل قطر موجودة في الداخل لله الحمد. أيضا احنا ممكن احتفلنا قبل حوالي أقل من يومين في موضوع وصول الأمية إلى 0% لمن هم فوق 15 سنة، وصول أيضا يعني الأمية إلى نسبة 1.5% لمن هم دون سن، لمن هم فوق سن 60، يعني تتكلم حتى اللي فوق 60 ما شاء الله احنا أيضا رفعنا النسبة بشكل كبير جدا. في هذا الخبر ننتقل من خبر التعليم إلى خبر عقاري. شارب العقارية تدعم اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات. تشارك مشارب العقارية شركة تطوير العقاري المستدام الرائدة في قطر في نشر التوعية باليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات الذي احتفلت به قطر والعالم أمس. لهذه المناسبة تزينت براحة مشارب في المدينة الذكية الرائدة مشارب قلب الدوحة باللوحات الضوئية والألوان التي تعكس المناسبة، كما أقامت لوحة ضخمة
ضمت إدارة الشركة وإدارة أكاديمية قطر مشير بهدف نشر التوعية حول حماية التعليم من الاعتداءات ودعم الجهود المحلية والعالمية في هذا الإطار. وتأتي هذه الحملة ضمن التزام مشير بالعقارية بمسؤولياتها الاجتماعية ورسالتها الإنسانية، وكذلك مساندة نشاطات مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تسعى إلى منح الأطفال في العالم حق التعليم النوعي، خصوصا في أوقات الأزمات والنزاعات. يعني الأخوان في مشارب العقارية يعطيهم العافية، جزء من المسؤولية المجتمعية، وهذا أيضا يمكن ودنا نركز عليه، أن ترى الشركات والمؤسسات والوزارات لابد أن يكون لها جزء في المجتمع وجزء حقيقة في حماية هذا المجتمع، سواء كان على المستوى المحلي وأيضا حتى على المستوى الإقليمي والدولي. تحدث عن الأخوان في قطر البترول مطلقين مركز رأس لفان، المسؤولية المجتمعية، نشوف ما شاء الله يعني العديد من الجهات والوزارات والمؤسسات اللي تطلق هذه المبادرات بهدف حقيقة سواء التوعية، سواء أيضا المساعدة، التنظيم، افتتاح بعض المعارض. نشاهد لله الحمد شركات كثيرة تقوم بتقديم الدعم للشباب ولأصحاب المبادرات بهدف أنه إن شاء الله يقومون. أيضا من ضمن هذه المبادرات هي مبادرات التعليم، ومهم جدا حقيقة مسألة التعليم، لأن في النهاية أنت تصنع جيل، هذا الجيل إن شاء الله راح يرسخ لمستقبل إن شاء الله زاهر، سواء لهذا البلد وأيضا لباقي بلدان العالم. أيضا نبقى في التعليم، انطلاق النسخة الجديدة من برنامج الهلال الأحمر المدرسي. أطلق الهلال الأحمر القطري النسخة الجديدة من برنامجه السنوي الهلال الأحمر المدرسي للعام الدراسي 2020-2021، والذي يهدف إلى إثراء بيئة التعلم وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة داخل المجتمع المدرسي بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وأشار الهلال الأحمر في بيان لأمس أنه قام بتنظيم دورات تدريبية شارك فيها 401 شخص من المدرسين والكوادر الإدارية في 10 مدارس خاصة قبل انطلاق العام الدراسي، حول سلوكيات السلامة الوقائية من كوفيد-19 في نمط الحياة المدرسية الجديدة. يعني الهلال الأحمر ما شاء الله نشيطين، يوم الجمعة إن شاء الله عندهم حملة ضخمة إن شاء الله سيقومون بها، أيضا راح تكون إن شاء الله يعني تواجدهم سواء على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، نشوفهم ما شاء الله واصلين للسودان، أيضا على المستوى المحلي. يعني تكلم أن يعني عندهم مجموعة من الفعاليات والأنشطة اللي يشاركون فيها المجتمع، من ضمنها الهلال الأحمر المدرسي واللي من خلاله يوعون يعني الجيل الكبير والعدد الكبير من الطلاب. تكلم على عدد ضخم من الطلاب موجود بالآلاف موجودين في المدارس، مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، وأيضا حتى على المستوى التعليم الجامعي يعني موجودين. كل هؤلاء بحاجة إلى التوعية في مختلف المواضيع بما فيها مواضيع الصحية، وكما نعلم بالتعاون الضخم اللي تقوم به وزارة التعليم والتعليم العالي مع العديد من الجهات المختلفة بما فيها الأخوان سواء في وزارة الصحة وأيضا الهلال الأحمر القطري، بهدف إن شاء الله زيادة الوعي سواء لدى الكادر التدريسي والكادر الإداري وأيضا الطلاب. خبر مهم وخبر أيضا يمكن خذ أكثر يعني أكثر مناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا في تويتر، التجارة والصناعة تطلق مبادرة تنظيم المزادات الإلكترونية. أطلقت وزارة التجارة والصناعة مشاهدين الكرام مبادرة تنظيم أنشطة المزادات الإلكترونية، وذلك من خلال استحداث نشاط المزادات الإلكترونية بهدف تنظيم العملية التجارية ومراقبة أيضا تحويل الأموال وتداولها بهذا الغرض. تأتي هذه المبادرة في إطار دور الوزارة بالإشراف والرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك من حيث حقه في الحصول على المنتجات ذات الجودة العالية ومكافحة الغش التجاري وأيضا حماية المنافسة، فضلا عن ضمان السرعة في تنفيذ الإجراءات وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بالمزادات. يمكن الكل تابع حقيقة المزادات الإلكترونية وما قامت به حقيقة من ظاهرة أصبحت الكل يتابعها كبار صغار. شاهدنا الأسعار، يعني يمكن يكون هذا المنتج موجود في الشركة بسعر ويعرض أيضا في المزاد بسعر قد يفوق سعره. مهم جدا مسألة الرقابة، مهم جدا أيضا أنا أضمن حقي أنا كشخص لما أشتري من مزاد، طيب هل هذا المزاد مرخص؟ هل هذا المزاد معتمد؟ كل هذه الأسئلة تطرح في يعني وسائل التواصل الاجتماعي، والأخوان في وزارة التجارة والصناعة مشكورين حقيقة من خلال متابعتهم لهذه المواقع قاموا بإطلاق هذه الحملة وأيضا هذه المبادرة اللي تأتي حقيقة في ظل العديد من الأجواء الموجودة على مستوى الخليج حقيقة، والحديث عن هذه المزادات وما تقوم به. هل هناك أيضا رقابة على الأموال؟ هل هناك رقابة؟ هل تسلم الأموال بطريقة
كاش، أم تسلم بطريقة بطاقة ائتمانية؟ هل أيضا أقوم بتحويل الأموال؟ هل أسلم أيضا المنتج بالشكل الصحيح؟ هل المنتج أيضا محافظ عليه؟ طيب السعر، هل هو سعر يعني يحقق الفائدة سواء للتاجر وأيضا حتى للشاري أيضا؟ هل يعني كثير من الأسئلة اللي طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي، نتمنى أكيد إن شاء الله من الجميع الموجودين في وسائل التواصل الاجتماعي أن يكونون حريصين حقيقة، ولا أيضا يشاركون في هذا المزاد، أن يختار المزاد الصح ويختار أيضا البضاعة الصح وأيضا السعر الصحيح. هذا كل ما لدينا في أخبارنا لهذا الصباح، وأكيد عودة للزملاء نايف ومشاعل. يمكن مشاعل نايف يمكن أطرح لكم السؤال، تابعتوا المزادات الإلكترونية ورأيكم فيها؟ صراحة أنا يعني ما أتابع بس ما يندر عن نايف. أنا والله شفت بصراحة مجموعة من المزادات وكان في تفاعل بالنسبة كبير للساعات أحمد والأقلام والأقلام، فأنا صحيح. يعني عندي قلم إذا تبي أعرضها الله يعطيك العافية وما قصرت، وبصراحة أخبار مهمة ودائما لازم يتم الالتزام بالنسبة لقوانين وزارة التجارة والصناعة كي. وخاصة بالنسبة للتحديثات اللي صارت مؤخرا بالنسبة للمزادات الإلكترونية. نعم يعطيك العافية أخونا وزميلنا أحمد السعدي على الجولة هذه في الصحف المحلية. نايف، بما أن الحين المرحلة الرابعة فأكيد حركة المترو أكيد راح ترجع، خلني أسألك كذي، أنت رحت المترو ولا لا؟ قبل ولا بعد؟ أبي الإعدادية ولا لا لازم نكون بصراحة دقيقين، يعني بصراحة قبل أنا كنت أحاول قد ما أقدر أن نختصر المسافات، ولكن ما بعد الفيروس كورونا بصراحة أنا كنت يعني أنتظر، ولكن في نفس الوقت في تخوف بسيط. لكن أنا شفت بصراحة السوشيال ميديا بالنسبة لهم أعلنوا أكثر من مرة أن أهما متبعين للإجراءات الاحترازية وقاعدين صحيح. يعقمون، وكذلك صار في تنسيق بالنسبة لأعداد المقاعد وبالنسبة للمسافة الاجتماعية، فما جربت الفترة هذه ولكن بإذن الله راح أجرب. أنا جربت قبل وعجبتني جدا التجربة. إحنا معنا تقرير عن حركة المترو في المرحلة الرابعة، نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. ها هي الحياة تدب من جديد في مترو الدوحة، حيث عاد العديد من الموظفين والطلاب وغيرهم لاستخدامه بعد فترة التوقف التي دامت قرابة 6 أشهر. فوسط إجراءات احترازية مشددة عادت خدمة المترو بخطوطها 3 للعمل بسعة استيعابية تصل إلى 30%، ومع فرض ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة الآمنة داخل المحطات. والله ما شاء الله كان يعني أول مرة أنا أجربه، لكن ما شاء الله أخذت الفي آي بي واستانست عليه مع اليهال وكلنا استانسنا، وصلنا مشيرب جايين من قطر مول، وإن شاء الله بإذن الله إننا حاطين في مخنا بناخذ لفة في مشيرب وإحنا راجعين إن شاء الله على قطر مول إن شاء الله. والإجراءات هون كتير أمان، يعني بدققوا على الماسكات، بدققوا على أنه تكون مسافة بينك وبين اللي قدامك وهيك. عودة المترو جاءت بالتزامن مع انتهاء فترة الإجازات وعودة الطلاب للدراسة والموظفين إلى ممارسة أعمالهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإقبال عليه واختيار المترو من قبل الكثيرين كوسيلة نقل أساسية، حيث يستفيد رواد المترو بالتنقل من بيوتهم إلى وجهاتهم والعودة من خلاله، ما يوفر لهم حلاً فعالاً للوصول إلى مناطق عديدة بسرعة وراحة وسعر مناسب. والله يعني نستعمله كل يوم المترو، يعني ناخذ من محطة جوعان في السد إلى نقف مشيرب، بعدين نغير محطة أخرى إلى الخط الأحمر ونروح على محطة الكورنيش يعني بن عمران، نستعمل المترو لينك. نستخدم المترو وسيلة سهلة وسريعة إنه نوصل للجامعة أو لأي شغل أنت ممكن إنه توصل له بطريقة أسهل، والمترو مريح وما بيكلف كتير. أنا طالع الحين مع الأهل طالعين عشان الزحمة، بس رايحين سوق واقف ورايحين الوكرة سوق الوكرة وهذه الأشياء كلها، نطلع بالترين لأن الزحمة من الشمال، ساكن في الشمال الله يسلمك، لما أروح الجنوب. التوزيع المكثف لملصقات التوعية بإجراءات السلامة على الحوائط والأرصفة وداخل القطارات، بالإضافة إلى الفرق المختصة في تسهيل حركة انتقال الركاب وتوعيتهم بمسارات القطارات، أمور شجعت رواد المترو إلى إعادة استخدامه رغم ظروف الجائحة. هذا بالإضافة إلى توفير شركة الريل لحافلات مترو لينك المخصصة لنقل الركاب إلى الأماكن القريبة من المحطات،
وتوفيرها لمواقف عامة تسمح لرواد المناطق البعيدة استخدامه. إذن عودة لكم مشاهدينا، ودائما بصراحة الريل يعني انبنى المشروع على معايير عالمية وراح يستمر حتى في تنفيذ هذه الإجراءات، وممكن هو حتى أن يكون سبب من أسباب أنه والله ناخذ مشاوير بعيد عن هذه الشمس في الفترة الحالية، يعني درجة حرارة ممكن تكون مرتفعة، لكن بصراحة اليوم أنا لاحظت نوعا ما أن الجو كان لطيف، ما أدري إذا أنا كنت طالع بطاقة إيجابية ولا هو كان جو لطيف، هو لطيف ولا كان المكيف عالي، يعني هذا كله إن شاء الله بيعلمونا عنه أكثر إن شاء الله إدارة الأرصاد الجوية، واللي دائما يكونون معانا بالتحديثات بالنسبة لأحوال الطقس. فنروح للمتنبأ الجوي عبد الرحمن السويدي. بعوف صبحك الله بالخير، ويا ريت لو تعطينا النبذة عن الحالة الجوية. صبحك الله بالنور يا هلا. بالنسبة لحالة الطقس اليوم، حار نهارا مع بعض السحب محلية وفرصة لأمطار على بعض المناطق، قد تكون رعدية ظهرا. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، حيث تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. أدنى درجة حرارة لليوم سجلت هذا الصباح هي 32 درجة مئوية. أعلى درجة حرارة متوقعة على مدينة الدوحة هي 42 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة البحر، يتراوح ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أقدام على الساحل، ومن 2 إلى 4 أقدام داخل البحر. بالنسبة لحالة الطقس ليومي الجمعة والسبت، يوجد تحذير بأمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية مفاجئة على بعض المناطق ظهرا. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 8 إلى 18 عقدة، تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية. تتراوح درجات الحرارة من 31 إلى 40 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة البحر، يوجد تحذير برؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في البداية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أقدام على الساحل، ومن 2 إلى 4 أقدام داخل البحر. هذا والعلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. كل الشكر لك زميلنا عبد الرحمن السويدي، كان معنا من الأرصاد الجوية. الحمد لله حالة الطقس حق اليومين الجايين إن شاء الله في أمطار مثل ما قال، وإن شاء الله حالة الطقس حلوة، ما كنا صيف يعني، ما شاء الله أمطار في الصيف في قطر، سبحان الله. متأكدة مو كنا صيف؟ هو يعني قال في مطر، يعني في جو حلو جاي إن شاء الله. يا رب صراحة، يعني أنا أكون متفائل بصراحة. الحمد لله، أهم شيء. بس أطلع الساعة واحدة أهون. لا تطلع الساعة واحدة. يعني هو لازم يكون مطلعين، هذا جونا يعني مو شيء جديد بصراحة، ولكن لازم يكون مطلعين بالنسبة للأحوال الجوية. فدائما نذكرنا تدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأرصاد قطر، اللي هم معرفين بهذا الاسم في تويتر وإنستغرام، وهم دائما يعطونكم التحديثات. لكن طق مطر مثلا في تخان، ممكن لكم من الدوحة لين تخان، يعني إذا ياكل مطر حولك يعني صور واستانس وكذا، ما في مشكلة. ولكن لا تكون يعني لا تأخذ هذا الموضوع من جانب سلبي أو تسبب شيء غير محمود بسبة أن يكون في أمطار في بعض المناطق، خاصة يعني مثلا لو طلع من الدوحة لين تخان بسرعة عالية، ممكن لا سمح الله تتسبب حوادث أو تتسبب مخاطر ممكن تكون عواقبها غير حميدة. وهذا اللي راح نتكلم فيه حاليا في الفقرة الأولى، قاعدين نتكلم عن هذه الأمور اللي تكون أكثر الأمور موجعة بالنسبة للأمهات والوالدين، وهي دائما تزداد هذه المخاوف مع بداية سن المراهقة والطيش عند الأبناء، اللي يحتاجون التوعية المرورية من خلال العديد من الحملات اللي تساعد في أن يتم رفع للعلم والمعرفة عند الشباب. فدائما من بعد عمر 16 يبدأ الشاب يسأل متى أقدر أخذ الكاتشب، متى أقدر أخذ الليسن. نوصل لين عمر 18 يبدأ يأخذ الرخصة، ولكن ممكن قدر المسؤولية ما يكون جدا ذاك القدر العالي. ففي مبادرة اسمها أنت واعي، هذه المبادرة تحاول قد ما تقدر أن هي ترفع مستوى الوعي بالنسبة لأهمية الوعي المروري. وكان لهم فيديو نشر في اليوتيوب
كان بعنوان جاسم أعتقد جاسم، فإن شاء الله بنتكلم أكثر عن هذه المبادرة أو هذه المؤسسة اللي هي لمجموعة من الشباب، وهي على فكرة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة. ويسعدنا اليوم يكون معنا الأستاذ وأستاذي بصراحة محمد شاهين، نرحب فيك. الله يحييك أخوي نايف أختي مشاعل، وسعدان استضيفونا في برنامجكم. يا مرحبا أخوي محمد، كل الشكر لك أكيد على تأسيس هذه المجموعة الشبابية أنت واعي، جزاك الله خير، أنت تأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى أنك توعي هؤلاء الشباب اللي ما نقدر نقول أنهم طايشين، ولكن المرحلة الشبابية والفور الشباب ماخذهم. فلو تقول لنا شلون جاتكم الفكرة هذه، والفئة المستهدفة هل الشباب ولا بعد فئة أكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ناس ما شكرتيني، انا ودي اشكر التيم اللي شغال بعد معاي. أكيد. كلنا تيم واحد وتيم شبابي، وانا اوجه لهم الشكر على المجهود اللي بذلوه طول الفتره اللي استمر المبادره. فكره المبادره هي عباره عن فكره مشروع كان من احد مشاريع برنامج القياده الطلابيه بجامعه قطر، وبالتعاون مع وزاره الثقافه والرياضه لتنفيذ مشاريع توعويه. فالتقت هالمشاريع في انتواعي بحيث ان نحن ننفذ مشاريع توعويه شبابيه بصيغه شبابيه وبثيم شبابي، والحمد لله بدات المبادره من هالنقطه هذه. وحاليا كمبادره شبابيه، نحن ما نسمي مبادره، نحن مجموعه شبابيه تحت مظله المركز الشبابي للهوايات كاحد المبادرات الشبابيه اللي موجوده. وهاي طبعا بدات فكره المبادره، والحمد لله الحين صار لنا مستمرين لمده سنتين ما بين مشاريع توعويه بين فتره وفتره. يعني في رساله بصراحه ساميه قاعدين توصلونها، ولكن بصراحه عندي سؤال بالنسبه لي نوع المبادره والاستمراريه اللي صارت في هذه المبادره، لما تقول ان الان عمرها سنتين من كانت مشروع التخرج في مركز القيادات الطلابيه في جامعه قطر. شلون استمرت هذه المبادره، وشلون هي اليوم تحت مظله وزاره الثقافه والرياضه؟ يعني نشوف فيه اهتمام من الوزاره في تبني مثل هذه المبادرات. لو تلاحظ اخوي نايف، يمكن اغلب المبادرات ما تستمر فترات طويله، ويمكن احنا السر في استمراريتنا اللي هو الايمان بدورنا كشباب في ناحيه التوعيه الشبابيه. نحن نخدم فئات كثيره، مو بس الشباب فقط، بس فئتنا الاساسيه هي الشباب، بحكم انها هي قريبه منا، ونبي نوصلها بلغه شوي شبابيه اكثر. لو تعرفون التوعيه يمكن بعضها تكون جامده، تكون باتجاه واحد، حلو انه يكون في شيء تفاعلي، والافكار الشبابيه هي متنوعه وتفاعليه في نفس الوقت، فهالشيء يساعدنا ان احنا نستمر اكثر واكثر. يعني بما ان انت عندك رساله ان انا والله انا ادي شيء معين واترك بصمه لو شيء بسيط، هاي يخليك تستمر بشكل اكبر واكبر. وبغض النظر عن الامور الثانيه مثلا كمعوقات، الحمد لله المعوقات تتسهل دام انه تحتسب هالعمل اجر لله سبحانه وتعالى واضافه حق المجتمع اللي انت موجود فيه. وهاي الثقافه اللي موجود في التيم عندنا، يعني في عندهم ايمان ان والله كل ما استمرينا اكثر كل ما راح نضيف بشكل اكبر واكبر في مجالنا التوعوي والمجتمعي. نعم اخوي محمد، انتم مركزين تركيز تام على السرعه للشباب. انزين انا يعني حابه بعد اني اضيف شيء، بما ان انا اسوق واشوف شلون الشباب يسوقون في الشارع. يعني السواقه او السياقه هي عباره عن خلق وادب وفن وثقافه، حضرتك مثل ما قلت. يعني ساعات لين اكون انا امشي وانا امراه امشي في الشارع، ساعات الشباب هذين اللي توهم ماخذين الرخصه يحاولون انهم يضايقون، وخاصه البنات او السيدات ان يعني يوقفون وراها يبون يخرعونها، ان يعني وخري عن الطريق عشان انا امشي. فشلون يكون هني التصرف؟ يعني شلون انتم ممكن ان انتم يعني تسوون لهم خطه ان فن التعامل في الشارع؟ وبالنسبه حق هالسلوكيات، هي سلوكيات موجوده ونحن نلاحظها، يعني حتى نحن كشباب بعد نلاحظها. هي سلوكيات لازم نحن نغيرها لو بشكل بسيط، نحن ما بنغيرها 100%، بس نحن نحاول نوصل رساله مثلا هالسلوكيات انت راح مثلا تاثر سلبيا على حياه ناس اخرين. نعم. يوم نحن نسوي هالسلوكيات كانه والله
مهتم فيني انا، انا كان هاي الشارع لي ما اعرف ان في ناس يستخدمون الطريق وهي. صحيح. لو نحن ننقل هالمفهوم انه والله انت مش في الشارع بروحك، لا في ناس ثانيين، اي تصرف سلبي او بشكل تهور راح انت تاثر على المستخدمين الثانيين على الطريق، ونحن مستخدمين الطريق بشكل كبير، عندك سائقين وعندك بعد مشاة ايضا يعني. صحيح. فلو احنا نوصل هالشيء حق الشباب انه والله بسلوك مثلا متهور منك راح تاثر على ناس اخرين. نعم. وفي الاخير انت الخسران يعني، انت يمكن تزهق روح معينه او تتلف منشاه او مرافق معينه، هالشيء كله يندرج تحت المسؤوليه. والله ما دام انا مسؤول خلاص انا هالسلوكيات على الاقل انا اتحكم فيها في الاخير. وبالنسبه حق الشارع كلنا مستخدمين حق الشارع، اي هفوه او اي غلطه يمكن انا ارتبك واسوي حوادث ثانيه. صحيح. متصله، فهي مش مجرد حادث واحد، لا تتبعها عده حوادث. نعم. ترى هي ما جات عليكم مشاعل يعني، هاي الموضوع اعتقد يصير مع الكل يعني، حتى يصير معاه شخصيا، يمكن صار معك اخوي محمد يعني في لحظه تهور او انه يعني نقولها بالعاميه يكون مشتبط الشاب وعنده موتر مرفع ومركب عليه بوالين ومشتبط ورايح، تلقى مره واحده يده يملك وانه يعني تحس انه رايح اجتماع مجلس وزراء الله يحفظه يعني. نعطي أهمية وأولوية للأعمال اللي إحنا رايحين لها، لكن لما يسبب مثل هذا التوتر مثل ما ذكر أخوي محمد يعني، أنا ممكن يعني أضرب لي رصيف ولا ألف على السيارة اللي حذاي، فيعني بتكون مصيبة أكبر. أعتقد أن هذه المصيبة مش أكبر من الموعد اللي أنت متأخر عنه يعني. صحيح. في النهاية أخوي محمد يعني أنتوا تركيزكم الأساسي هو الإنتاج الفيلمي ولا في خطط ثانيه تحاولون تتوصلون فيها الرسائل؟ هو اساليبنا وبرامجنا التطوعيه مختلفه ومتنوعه، ونحب ان نتنوع سواء كانت على ارض الواقع او من خلال فيديوهات التوعويه. يعني الفيديوهات هي جزء من التوعيه، وحتى الفيديو ما يكون بشكل جامد، لا في تفاعل يعني بحيث ان انا يتاثر. يمكن في المجالس بعد ما ان شاء الله نتكلم فيه كان في نوع من التاثر حق المشاهد، انه والله شلون شي صار الحادث، يمكن انا في يوم من الايام بكون مكان الشخصيه هاي جاسم. ونحن قبل جائحه كورونا كان عندنا خطط نسويها توعويه بحيث انه يكون على ارض الواقع، يعني مثلا كنا نسوي انشطه توعويه في المجمعات نفسها وتفاعليه اكثر وشباب ينفذونها، بحيث ان انا يوم انا كشاب طبعا انفذ مشروع معين توعوي بغض النظر سواء حوادث مروريه او اي ظواهر اجتماعيه اخرى، في الاخير انا قاعد اتعلم من هالشيء من خلال إدارة مشروع والتعلم. نعم. فمشاريعنا متنوعة ما تقتصر فقط على الفيديوهات، وإن شاء الله في أشياء جديدة نحن نحاول نحن نسويها، سواء حتى بعد تفعيل حسابات السوشيال ميديا، هي لغة العصر حاليا ولغة التواصل الكبيرة عندنا، فكل ما كان مثلا المنصة شبابية فيها تفاعل أكثر راح يتفاعلون شباب فيها بشكل أكبر وأكبر. نعم. دائماً يقولون سن الشباب يعني سن الاندفاع ما يفكرون، شلون قدرتوا أن أنتوا برسالتكم هذه الفيلم اللي سويتوا أنكم توصلون الرسالة صج حق الشباب ويقدرون يستوعبونها؟ وهل فعلاً أثر الفيلم أو الرسالة اللي أنتوا اخترتوها أثر على سلوك الشاب اللي يملك سيارة؟ والله اختي مشاعر بالنسبه حق ردود الافعال حق الفيلم كانت وايد ايجابيه، يعني حتى لو المشاهدات تقريبا يمكن قبل اسبوع 4000 مشاهده على اليوتيوب. نعم. وحتى الردود اللي كانت وصلتنا على حساباتنا ما شاء الله تثني على العمل، وحتى المقربين عندنا والله قالوا ما شاء الله تاثرنا فيها بشكل اكبر. ونحن كنا نبي نوصل ان انت راح تكون مكان هالشخص بعد فتره، بس عشان ما توصل حق المرحله هذه ناخذ بالاسباب على الاقل بحيث من ناحيه الوقايه. نعم. والفيلم اصلا واقعي، كل ما كان الفيلم واقعي اكثر من حياتنا اليوميه راح تاثر بشكل اكبر، غير ما تكون هي بس مجرد رساله فيديو بسيناريو معين او شيء معين. فالقصص ترى تؤثر بشكل كبير، خاصة إذا تم توظيفها بشكل إبداعي أكثر وتوعوي بشكل مختلف. نعم. زين لو بس تنوع على مواقع التواصل الاجتماعي شلون ممكن نوصل لها وشلون ممكن نوصل للفيديو اللي تم نشره؟ بالنسبة حق الفيديو وحساباتنا منتشرة واعي _QA،
هاي حسابنا على انستغرام وتويتر وحتى قناتنا على اليوتيوب، بامكان الناس تشوفون الفيلم. والفيلم الحين الحمد لله يعني حتى اكيد موجود رابط عندكم في قناه في تلفزيون قطر، بحيث انه بعد انتم شريك مهم في توصيل الرساله اللي احنا نبي نوصلها للشباب. والحمد لله يعني قدرنا كثر ما نقدر ان نتيح الفيلم لاكثر من منصه، لاكثر من شخص، بحيث ان توصل رسالتنا والفيديو لاكبر شريحه. وحتى اصلا كان هالفيلم مخطط انه يتم عرضه في السينما، بس لا قدر الله ان مع الجائحه والظروف اللي صارت ما قدرنا احنا نعرضها على السينما، فاكتفينا بوسائل التواصل بشكل كبير. نعم. اغتنم أربعة قبل أربع، ومن ضمن الأربعة هذه شبابك فيما أفنيته، فجزاكم الله خير على هذه البادرة اللي سويتوها أنت واعي، وإن شاء الله إحنا وإنت ونكمل بعض إن شاء الله للحفاظ على هذه الثروة الشبابية اللي هي ثروة المجتمع. إحنا يعني نتطلع للمستقبل لبناء هذا المجتمع وهذا الوطن بسواعد أكيد شبابه. كل الشكر لك أستاذ محمد شاهين مؤسس المجموعة الشبابية أنت واعي، جزاك الله خير وشكرا على هذه المبادرة. شكرا لكم وشكرا على استضافتكم لنا. هذا قل واجب أستاذ محمد، ورسالة شكر لك وللفريق، ورسالتي للفريق إذا كان يتابعنا استمروا، والحين كملتوا سنتين ولكن تقدرون تكملون كذلك أكثر وأكثر. إذا اليوم الرسالة ما كانت توصل بها القدر اللي أنتوا تطمحون له وما ساعدتكم الفترة اللي فاتت، سواء لما كنتوا تبون تعرضون في السينما أو حتى لما تكونون موجودين في المجمعات التجارية، دائما في حلول أخرى. خلكم مؤمنين في الرسالة وكملوا على هذا العمل. نعم. إحنا عندنا فاصل، عندنا فاصل إن شاء الله، فاصل ونرجع لكم أعزائي المشاهدين. يا مرحبا أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مع فقرة الطبخ اللي دائما تنتظرونها كل خميس. انقطعنا عنها فترة ورجعنا لها. اليوم راح يحضر لنا الشيف نبيل السمعلي، بيحضر لنا كيكة الفواكه الجافة. صباح الخير شيف. صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله يوم جميل، إن شاء الله يوم سعيد إن شاء الله. لو تقول لنا مقادير الكيكة شيف. أوكي، هاي كيكة الفواكه الجافة. المقادير في الأول البيض، وعدنا خليط من المكسرات اللي هو لوز مرحي أو بندق، معاها جوز وفستق. ونبلش بالمقادير الثانية اللي هي سكر وطحين زبدة والخميرة الحلويات البيكن باودر وشوية سكر مرحي وشوية فانيلا سائلة. شيف شنو مرحي؟ باودر؟ ايه اوكي والله اوكي راح نبلش هلا. الشيف هني قاعد تخلط اربع بيضات. شيف اربع بيضات؟ ايه طبعا. اي يعني حاليا المقادير موجوده معاكم على الشاشه مشاهدينا، تقدرون تكتبونها او تصورون الشاشه وإن شاء الله بتكون موجودة على مواقع التواصل. راح أحط شوية زبدة. ونبلش نخلطها هيك علشان تمسك شوي يعني البيض، وراح نحط بقية المكونات إن شاء الله. طبخ يبيله صبر والله. وفي هذا الحين راح نبلش بالفواكه طبعا. شنو حطيت شيف؟ هاي الفستق. فستق المجروش. فستق مرحي. وهذا مرحي شوية جوز مرحي. مجروش هو المرحي. وهذا البندق المرحي بيعطي طعم رائع جدا للكيك. حطيت فستق جوز لوز. ايه ولسه اللوز الابيض طبعا. ايه. والبندق. لا لما يجمع المقادير زهق. بنضيف لها شوية بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات طبعا. نعم. وشوية سكر مرحي.
شوية الطحين. هلا اللي حطيناه الطحين طبعا. طحين اوكي. طحين 125 جرام. لما تشوفه لما تعطينا هيك متماسكة كمان شوي. واخر شغلة راح نحط السكر والفانيلا السائل طبعا. وكل المقادير موجودة طبعاً على الشاشة. نعم. نعم. سكر باودر شيف؟ نعم. سكر باودر ولا سكر عادي؟ لا سكر عادي وسكر باودر. مع بعض؟ إيه مع بعض. وهلا نضيف الفانيلا علشان تعطينا الطعم الفانيلا طبعاً. شيف ليش حطيت فانيليا سائلة مش باودر؟ لا أنا حبيت هيك حبيت هيك يعني السائلة أحسن. ممكن أحط إذا ما عندي سائلة أحط باودر. إيه طبعاً أكيد ما فيش فرق. وهلا الخليط جاهز. بس وين الفواكه؟ هاي طعمة الفواكه. هاي الفواكه هي الكيكة السفنجية راح تكون حاضرة مع الفواكه. لما بحط الكيكة في الفرن بعدين راح تطلع جواتها وراح نحط من فوق الزينة طبعا. اي اوكي. وحضرنا هذا الوعاء هذا مخصص للكيك طبعا. حطينا فيه ورق الزبدة ودهناه بشوية زبدة. سريعة والله الكيكة. اي ما بتاخذ كثير وقت بس ممكن في الفران تاخذ شوية وقت لأنه تقريبا 40 دقيقة. طبعا قبلها الفران يشتغل. ايه طبعا. هني عامل الخبرة. أنا جدا سيئة في الحلويات. لا هاي الكيكة يعني سهلة وما بتاخذ وقت كثير بس في تحضيرها طبعا. بنعمل هيك علشان تطلع مستوية. هو أفضل من غيره يعني. الحمد لله نقول الحمد لله. شيف على درجة حرارة كم؟ درجة الحرارة 170 170 40 دقيقة تكون جاهزة فوق وتحت صح؟ اي طبعا. شو فوق وتحت؟ الفرن يكون يشتغل من فوق ومن تحت ومن تحت اي طبعا عشان توزع الحرارة هيك بالكيكة تصير جاهزة. اي وراح نحطها على الفران بس. اي تفضل. انا اقوى شيء اعرفه الميكروويف مو وصلت الفرن. يعني شوف كل شيء فن كل شيء فن كل انسان صنعته يقدر انه يخلق منها فن يعني شوف ما شاء الله الشيف خلاص هلا حطينا الكيكه في الفران 40 دقيقه وتصير جاهزه ان شاء الله 40 دقيقه وفي هاي الوقت بنحضر لها بقيه الاغراض طبعا للزينه تزيين ونحضر السكر سيروب اللي هو السكر المحلول اي السيرام اي طبعا فمثل ما قلت لك نايف يعني انت لما تحب مهنتك تبدع فيها يعني ما شاء الله تشوف الشيف خذ بسرعه ما شاء الله يعني ما خذ وقت لك ما بتاخذ كثير وقت يعني الوحده اللي مو بحبه المطبخ تلقاه يعني اي لا بس انا كان تعليقي على نقطه انه لما الشخص يظن انه هو مو بالافضل او ممكن يسمي نفسه سيء لكن اسحب هالكلمه نايف لا 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 لكن افضل من اللي يعتبر نفسه هو السوبر ستار وهو النجم وفي النهاية هو ممكن يعني يكون أقل من العادي ويعني يكون رافع من نفسه ولكن لما أنت تكون عارف ممكن إمكانياتك أو مهاراتك بتطور نفسك لين ما تكون أنت فعلا النجم. مشاعر قالت من ناحية الحلويات بس من ناحية الطبخ ما شاء الله عليك أنا جربت يعني عشان تعرفون بس. نشوف الشيف يحضر السيرام تفضل شيف. أوكي طبعا السكر سيروب أو المحلول السكر حطينا يعني 100 ملي لتر مي وراح نضيف لها شوية سكر نص الكمية تقريبا وشوية في الآخر بعدين شوية فانيلا سيروب. زين شيف لو حد يسوي دايت بعد يحط سكر هالكثر ولا يكتفي بالعسل مثلا؟ لا عادي مثل العسل مثل السكر عادي بس من المستحسن السكر. ايه لا اللي يسوي دايت يطالع بس ما ياكل من بعيد لا يفكر يعني خليها هيك يعني تقريبا لمده 5 دقائق أوكي. بتكون السكر جاهز ايه؟ وراح يعطينا مثل هذا اللون طبعا اللون الاصفر هاي النتيجه النهائيه نعم. اي السيرم اللي هي الشيره نعم. حلو اوكي
بنزين يعني بنزين به الكيكه من فوق ومن جوا كمان سبيشل. تخرم الكيكه صح؟ اي طبعا اكيد عشان تتشرب. اكيد اكن تشرب سكر سيرب. طيب وبعدين راح نجهز الكريمه. راح نبلش باول شغله اللي هي بيض البيض هذا مخفوق طبعا. بيض البيض راح نبلش فيه ونضيف له شوي في الاخر لما يمسك شوي نضيف له شويه فانيلا سيرب طبعا. اي هذه الكيكه الاسفنجيه شيف. اي طبعا هيك يصير عندنا السكر سيرب طبعا جاهز والكريمه شوي بتجهز ان شاء الله. باقي هي المكسرات يعني راح نسويها للزينه وراح نسوي الزينه مع بعض وراح نشوف كيف تصير الكيكة. يعطيك ألف عافية. العفو. احنا بنرجع لك شيف اكيد. اوكي حاضر. نايف مثل ما قلت ان الانسان لازم انه يعرف قدراته. صح. وعلى قدراته هذه يبتدي انه يزيد من قدراته وانه يتعلم، والتعليم جدا مهم في كل شيء حتى في الطبخ مهم. صح، يعني لازم تكون عندك المعرفة والقدرة، ولكن الأهم من هذا كله بعد لازم تكون أنت عارف في أي مرحلة. فحاول تطور من نفسك، حاول أنك تتعلم، حاول أن تكون أنت مميز في مجالك. ممكن حتى في جانب الطبخ أنت ممكن تتعلم وصفات، تتعلم شلون تنفذها، ولكن لما تكون فعلا وصلت لجانب الإبداع راح تلقى نفسك أن أنت اللي قاعد تبتكر وأنت اللي قاعد توصل هذا العلم والمعرفة لغيرك. ممكن دائما أعلق على الناس اللي حتى لما يكون عندهم وصفات ولا غيره مشاعل ما يعلمون او ما يشاركون الناس الثانيين. ما ادري ليش نحاسه هذه، ما ادري كانه مطعم معين يعني ما يبي يعلم بوصفته، ولكن يعني دائما مشاركه المعرفه والخبره هذا جزء تاخذ مهم. اجر من الله، لان علم ينتفع به صدقه جاريه. يعني لين اقول لك، لين اقول مثلا حق اي وحده شلون سويتي هالطبخه هذه؟ ما والله ما ادري شي بالبركه. زين ليش ما تقولين؟ قولي. ولا الوصفه سريه هذه؟ ما ادري خلطه كنتاكي مفاعل نووي. يعني في النهايه دائما احنا كذلك في برنامج فيضح نحاول ان نقدم لكم بعض الامور اللي ممكن تزيد من ناحيه المعرفه العامه، وحتى لما نكون معاكم في جانب الطبخ. يعني احنا انقطعنا فتره عن المطبخ ولكن اليوم راجعين، ولكن لو ركزتوا معنا بمسافه اجتماعيه أنا ما أتحرك من مكاني، ماسك نفسي، شاعل مكانها. الحين بتقوم. لا من بعيد، من بعيد. إذا كانت يعني وشكلها قوية لحد الآن. عجيبة. يعني شيف تفضل. تفضل. يعني هو طلع ما مرت 40 دقيقة في الواقع. أعتبرها مرت. ولكن الآن بيبدأ بالكريمة. وأول ما رجعنا رجعنا بالكيك يا نايف، يعني شفت شلون؟ هاي زي ما تشوفوا يعني محلول السكر صار جاهز. اي والكريمه كمان جاهزه. طبعا الكيكه بدها 40 دقيقه. نعم. فجهزت الكيكه بس يمكن تقطعها يعني تقريبا 3 قطع او 2 قطع وتحط لها شويه كريمه من جوا والسكر طبعا محلول السكر. تقطعها تقصد من بالعرض يعني؟ اي طبعا طبعا. اي اوكي. وهلا بس راح نزينها شوي. هذه فنيات يعني يبي لها بارد. اي لمسات مزاج يعني. ما وراك شيء نايف يعني؟ انا وراي ان انا هاي اللفه هذه شفتها اللي سويها انا صعبه علي. سهله شيء فرها. بس شيف شلون اعرف ان السيروم يعني كان جاهز معي؟ هو بس ما زي ما فهمت يعني بس لما يصبح لونه اصفر هيك ايه بيكون جاهز تقريبا. لمده تقريبا على الغاز تقريبا 10 دقائق بيكون جاهز. ونحط السيرم على الكيكه يعني وقت ما تبرد الكيكه صح؟ اي طبعا اكيد. وقت ما تبرد. تلبس بوسه. شكلها لذيذ الكيكه. الحين قلتي خرب الدايت الحين. قلتي بسبوسه ريت في خاطري بسبوسه. بنحط شويه المكسرات طبعا فوق. شنو شيف تحط؟ هذا الجوز. الجوز نبلش بالجوز طبعا. عين الجمل. ك
اللي يقولون زين حق الذاكرة بس ما نفعني، ما أدري ليش. ليش ملعك توك شباب؟ الجوز سبحان الله مثل المخ، يقول لك اللي تاكله مفيد. بس هي مش فواكه، هاي فواكه باللوز كمان نفس الشيء. لا مو بفواكه جافة، هي مكسرات. ايه هذه عندكم في تونس، يعني معناته الفواكه المجففه يعني المكسرات، صح شيف؟ ايه طبعا طبعا. بس يعني بطريقه مختلفه شوي. اي نعم، يعني في اشخاص ما بيحطوا لها الكريمه مثلا شيفية، او في البيت مثلا مش تجهزها ما بتحط لها كريمه. حلو. بس يعني عالم الطبخ والحلويات على طول بنقدم، يعني باش نشوف اشياء جديده ومتنوعه طبعا. حلو. الحين الشيف قاعد يحط حبات البندق. بس باقي الجوز الفستق وخلاص. وايد سهلة وشكلها حلو، وممكن تقدم العصر مع الشاي. والله البسبوسة العصر مع الشاي. انت الحين تبي بسبوسة، بني الشيف مرة ثانية يسوي بسبوسة ان شاء الله. خلاص تقريبا جاهزة، راح نقطع سلايس ونعملها شوية زينة طبعا. اي طبعا القرنية هذه بروحها فن، كل وحدة وذوقها، كل وحدة وشطارتها. ان شاء الله انا ملاحظ الفراولة جزء اساسي من الكيك، يعني دائما يكون موجود. صح، ممكن عشان اللون بعد. صح، وما في حد ما يحب الفراولة. كيكتنا صارت جاهزة. الفراولة أساسا متعاونة، لو حبيت تشيلينها تنشال بسهولة. لا ولا راح نبلش بالسلايس طبعا. ما بتحط السيرم ولا؟ خلاص حط السيرم. لا حطيته من جوا خلاص. تبي سيرم بعد؟ مو هي كيكه كيكه يعني شيره وكل شيء، خلاص خربانه يوم الخميس. نحط لك سيرم عليها، نسوي لها اوبن داي على السريع. كل يوم اوبن داي. هو تقريبا حجمها يعني 24 سنتيمتر. ما شاء الله. لا هذه تستاهل زوم، هذه يبيك تاكلها بروحك ما حد يشوفك. انا ما اشوف نفسي عشان ما اتذكر. تسلم يدك شيف، تسلم يدك. لا والله شكلها لذيذ وما شاء الله سريعة وسهلة، وصفة سهلة. اللي فاتته الوصفة يقدر انه يشوفها في الإعادة. أكيد المقادير كلها موجودة، إن شاء الله تعجب السادة المشاهدين طبعا. يعطيك الصحة والعافية وبالصحة والراحة على قولتكم. شكرا، الله يخليك. زين نايف، بون أبيتي. قوم اكل. سبحان الله، ايش درى اشتغفتي فرنسي. مع شوية زينة طبعا. سلم يدك شيف. العفو، صح. انا من بعيد اشوف القطاس دي، اشوفها مانجا تصدق. انا اخاف هيك بتكون جاهزة ان شاء الله. بتخربين الدايت علي انا. انا اللي بخرب، لا الشيف ما شاء الله عليه. تسلم يدك شيف، شكرا. العفو، الصحة، وان شاء الله تعجب السادة المشاهدين طبعا. اكيد ان شاء الله تعالى. والمقادير يعني عرضناها لكم مشاهدينا، وما ادري اذكر فيها، اللي هي 4 حبات بيض، زبده، طحين، خميره حلويات، سكر ناعم او باودر، والسكر وخليط فانيليا من المكسر، خليط شنو؟ خليط من المكسرات المرحيه اللي هي المطحونه، ايش قلتي؟ مساعه مجروشه. وكذلك فانيليا سائله، انا عارف اقولها بس ما اعرف اسويها، اللي تعرف تسويها المشاعر. خلاص هم بيشوفون المقادير في الإعادة نايف. احنا سعدنا جدا بلقائكم، وكان اليوم يوم الخميس مميز جدا اكيد بوجود نايف وبوجود الشيف والضيف الكريم اللي كان معنا. نتمنى ان شاء الله ان احنا قدمنا لكم كل الفائدة والمتعة. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم، ونتمنى لكم اجازة سعيدة. فمان الله.